بس حاول ما تبين حواليك يعني حاول. النظام قصفنا بكافة أنواع الأسلحة من قنابل عنقودية إلى طيران، خلف وراه مخلفات حرب كثيرة، من بيناتها قنابل عنقودية ما انفجرت. فنحن جاهزين نقدم الدعم للمواطنين في حال شافوا جسم غريب أو شيء غريب، يعني مو مفجور، قنابل عنقودية وغيره. نحن جاهزين نطلع مقدم مساعدة لهم، نحط عليهم إشارات. عندنا نحن كفريق دفاع مدني في المحافظة عندنا فريق مختص بهالشيء، في حال عجزنا عنه بنطلبه بيجي بيساعدنا وبيأزرنا. فرجينا؟ ما لك بالبيت تفرج عليها. ايش فرجينا؟ الحمد لله الانتاج يعني تقريبا ثلاث ارباع موسم لنص موسم. الدلو معدل الدلو عم بيعطي من 100 ل 125 كيلو. بس عم نعاني معاناه من التجار الكبيرين والمصدرين. عم يبعثوا بضاعة للبحر عن طريق النظام، وعم يرفعوا الأسعار وأجور النقل. تجيك النظام بده ترفيق للسيارة القطرة مقطورة حمل 25 طن مليون ونص غير أجار الشحن. تجيك حواز الجبهة والأحرار على المعابر في القلعة وفي جماعة أبو دالي بيطلبوا على السيارة 500 دولار. هاي المصدر ما بيخصمها منه، عم يخصمها من الضمان، من التاجر الصغير ومن الفلاح. القناة العنقودية حاليا في موسم الحصاد.